أنا مهندسة سارة مجدي، founder creator of Paint Bar. مين Paint Bar؟ Paint Bar ده براند لل wearable arts. يعني إيه wearable arts؟ wearable arts هو عبارة عن جزئين، wearable و arts. wearable يعني حاجة بنلبسها، arts يعني فن، فنحط الاثنين مع بعض، wearable arts يعني فن على اللبس اللي احنا بنلبسه، يطلع Paint Bar. اوكي الحكاية ابتدت ازاي؟ ابتدت لما حسيت ان انا عايزة البس حاجة مختلفة، حسيت كل حاجة بقت شبه بعضها، وزينا كلنا يعني اعتقد معظم البنات بيحبوا يبقى شكلهم مختلف عن بقية الناس، يونيك شوية، فيهم ميزة مختلفة، اللبس ده مختلف عن اللي الباقي كله لابسه. ففي يوم من الايام جربت ان انا اجيب حاجه عندي قديمه عاديه، جاكيت طبيعي جدا كان جينز، وابتديت ارسم عليه، ابتديت احط عليه الهوايه بتاعتي اللي هو اصلا الرسم. كانت بدايه كلها حاجه ليا انا، حاجات ليا انا، بعدين الموضوع لقيته كبر وبقى صاحبتي عايزه من اللي انا لابساه ده، وصاحبتي الثانيه عايزه نفس الحاجه ديت، وابتدت الايديز تيجي، افكار افكار افكار، ناس تقول لي لا ساره طب انا عايزاكي ترسمي لي حاجه ديت، مش لا لا انا عايزه الحاجه اللي في دماغي دي. فابتديت لغايه لما وصلت ان في حد كذا حد نصحني يقول لي طب ما تكبري الموضوع شويه واعملي نفسك بيج وشوفي الموضوع هيمشي ازاي. ابتديت عملت بيج على الفيسبوك وسميتها Paint Bar. الفكرة اتطورت اكتر ان انا مش بس بقيت بعمل افكاري، بقى في ليا كلاينتس وفانز بيبقوا عايزين افكار بتاعتهم هم، يعني طب سارة انا عايزة هدية ما حدش جابها قبل كده. طبعا كان عندي التشالنج ان انا اعرف نوع الالوان اللي انا هستعملها ايه، لان دي حاجه بتتغسل، بتتعرض لميه، بتتعرض لحاجات كتير، فمحتاجه ان هي تبقى الوان تثبت. طبعا عملت الريسيرش بتاعي وابتديت اعرف ان في الوان مخصصه للقماش وهي دي الحاجه اللي بتثبت، وليها طرق معينه في ان انا احطها على الجاكيتس، وعلى حسب القماش اللي انا احط عليها سواء فاتحه او غامقه بيتحدد التكنيك اللي انا ببتدي ارسم بيه. دي كان حد عايزة جازمين من موفي بتاع ألادن، وابتديت أعمل الكولكشن دوت، وكان يعني ناجح جدا جدا جدا، يعني كمية الناس اللي بتحب الديزني وبتحب الكاركترز، وكمان الديزني الجاكيتس ديت كانت أحسن حاجة فيها إن هي بتتعمل للأم والابن أو البنت مع بعض. دي حد بعت لي صورته، رسمتها لها على الجاكيت، وبعمل الاسم بكتبه كمان على الجاكيت. كل واحد بيحدد اذا كان عايز صوره معينه يتحط اسمه، يتحط بالوان ايه. فده كان اكزامبل للبورتريت جاكيتس. حسيت ان انا عايزه اعمل فكره جديده في الصيف، في الحاجات الاسنشلز اللي هي ممكن تتاخد للبحر. ففكرت ان انا بجيب هات عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه، واحط عليها رسومات ليها دعوه بالصيف. كان من اعز الديزاينز على قلبي الفلامينجو. الفلامينجو كان من انجح الديزاينز بالنسبه لي، وفي الباجز بتاعتها، فكان بيبقى طقم على بعضه. برضو الشنطه كانت بتيجي لي ساده خالص، وانا بزود عليها كوردون والايد الدراع بتاعها، وبرسم عليها رسمه الفلامينجو، وبرضو بضيف عليها الريش. نفسي Paint Bar يبقى اكبر بان انا يبقى معايا كذا حد بيعرف يرسم، يعرف يقدم معايا، يديني افكار ويعمل بيشتغل بايده. تبقى فرصه كويسه جدا لو معرفش، انا بحس ان لو ستات كتير عندها الفرصه ديت ممكن تشتغل من بيتها، وده بيبقى براكتيكال قوي، كونفينينت قوي لستات كتير، ان هي بدل ما تطلع وتحتك وتروح وتيجي وعندها اطفال، ممكن تشتغل في بيتها وتحقق نفسها وهي جوه بيتها. ودي كانت حلقتنا النهارده، عرفتكم بنفسي وعرفتكم بالحاجات اللي انا بعملها. انتظروني في حلقات تانية ان شاء الله، هوريكم ازاي تعملوا الحاجات دي في البيت.